كثير من الأشخاص بيحاولوا أنهم يحافظوا على حياة صحية ولكن بيلاقوا صعوبة بالتطبيق. أنا معكم آية مراد، أخصائية تغذية علاجية وصيدلانية وكاتبة في مجلة نكهات عائلية وفاميلي فريفرز. رح أكون معكم ببث مباشر يوم 7/3 نناقش الأسباب اللي بتساعدنا على العرقلة بتطبيق نظامنا الغذائي، ونقدر نعمل برمجة بين الدماغ ونظام حياتنا بحيث تقدر تساعدنا أكثر بالإعادة على النهوض وقوة الإرادة الأكبر لحتى تساعدنا أنه نتجاوز هاي المشاكل بحلول سهلة بتساعدنا على الاستمرارية والنجاح المتقدم.